بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان على إمام الهدى وسيد الورى نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، إخوة الإسلام، فمن رحام البيت الحرام وفي هذه الليلة الكريمة المباركة ليلة الجمعة، في هذا اليوم 16 من شهر ربيع الأول 46 و400 ألف من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ينعقد هذا المجلس الأسبوعي 86 بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين أبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى، متابعين في هذا المجلس ما وقف الحديث عنده في مجالس الأسابيع المنصرمة، وفي هديه صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الليل وما يتصل بها، بحثاً عن سنته عليه الصلاة والسلام، وحرصاً على تتبعها واقتفاءً لأثرها، واستكثاراً من صلاتنا وسلامنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا الموضع المبارك على نبي الأمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل: أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، وفى كبدر التم شع بنوره فأحال ليل الحائرين ضياء. يا رب صل عليه ملء قلوبنا واكتب لنا في الخالدين لقاء، صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر جالسا تارة، وتارة يقرأ فيهما جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فركع. هذا الفصل يا كرام صلة بما مضى من فصول، في الفصل السابق كان في هديه أو في سياق صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل ووتره، والفصل الذي قبله كان في هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. فصل الليلة الذي نتدارسه بعون الله فيه الحديث عما يفعله بعد قضائه صلاة الوتر صلى الله عليه وآله وسلم. وها هنا يا كرام تنبيه على ما مضى وتقدم ذكره في المجالس الماضية، وهو أنه حيثما يكون المجلس أو الموضع الذي تذكر فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن المقصد بالمقام الأول هو التعرف على سنته لقصدها وتطبيقها والعمل بها، وإلا فإن مجرد المعرفة والعلم بالسنن وتحصيل العلم واستكثار المسائل من غير ما حرص على العمل والتطبيق والتأسي لا ينفع صاحبه، بل ربما كان استكثاراً من حجج الله على عبده، أن يقال له: قد علمت فماذا عملت، وقد عرفت فماذا صنعت. لكن يكون قصد العبد المحب المتبع الحريص على السنة أن يبحث عن السنة بقصد العمل بها. مضت معنا فصول يا كرام في فصل قيامه عليه الصلاة والسلام بالليل، وتواصينا في مجالس مضت أن يحرص أحدنا على ألا يصبح ذات ليلة إلا وقد أودع في صحيفته ولو ركعتين قياما لله عز وجل، قبل أن ينام، بعدما ينام، قبل الفجر، في آخر الليل، في أثناء الليل، ألا تفوت عليه ليلة إلا وقد حرص أن يكون له فيها من صلاة الليل ولو ركعتين لله عز وجل شيء ما يحرص على أن يعمل به أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك الوتر أيضا، وقد تقدم في المجلس الماضي أنواع من صلاته ووتره عليه الصلاة والسلام، فربما صلى بإحدى عشرة ركعة أو بثلاث عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين، وربما صلى خمسا سردا متوالية أو سبعا أو تسعا، أنواع مضت. كيفما كان عبد الله
ابحث فيها عن موضع واحد منها تفعله تتأسى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذا فينا الحريص على ألا يصبح يوما إلا وقد أوتر قبل أن ينام أو بعد أن ينام؟ المهم ألا تفوته ليلة إلا وقد صلى فيها الوتر، يتأسى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعمل فيها أيضا بالحث والإغراء والترغيب الذي جاء في سنته صلى الله عليه وسلم. الأحاديث في ذلك عدة، قوله عليه الصلاة والسلام: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. فإذا كان أقل ذلك ركعة فلن يعدم الإنسان فيها قدرا من الحرص على إصابة هذا الباب العظيم في سنته صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أخرجه أصحاب السنن عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وهو القائل أيضا صلى الله عليه وسلم، وإن كان في إسناده ضعف: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. أدنى ذلك يا كرام أن يحرص أحدنا على أن يكون في صحيفة عمله في شيء من ليلته ركعات ولو يسيرات يجعلها قياما لله عز وجل، يبحث فيها عن التأسي بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد خص أهل العلم والفضل وأهل القرآن بقوله: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. في هذا الفصل يذكر المصنف رحمه الله تعالى سنة أخرى ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام، وهي صلاة ركعتين بعد الفراغ من الوتر. فإذا أوتر وسلم، سواء أوتر بركعة أو بثلاث أو أكثر، فإذا فرغ من الوتر كانت هاهنا صلاة ركعتين جالسا. قال رحمه الله: وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر جالسا تارة، وتارة يقرأ فيهما جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فركع. سيسرد أدلة هذه السنة ثم كلام أهل العلم بشأنها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ففي صحيح مسلم عن أبي سلمة رضي الله عنه أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. سمعت ماذا قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وقد سألها أبو سلمة عن صلاته عليه الصلاة والسلام بالليل؟ فقالت: يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يوتر، الآن أوتر، قالت: ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع. ما هاتان الركعتان؟ هل هي من قيام الليل؟ قيام الليل قد فرغ لما ختمه بالوتر. هل هي سنة الفجر؟ ليست كذلك، لأنه قال: ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. فلا هي الوتر ولا هي سنة الفجر، بل هي بين الوتر وسنة الفجر. ووصفتها فقالت: وهو جالس يقرأ، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يسلم صلى الله عليه وسلم من هاتين الركعتين المذكورتين. هذا أصح أحاديث هاتين الركعتين، حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى. نعم. وفي المسند قال: وفي المسند عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس. قال الترمذي: روي نحو هذا عن أبي أمامة وعائشة وغير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني أحاديث هذه الركعتين حديث أم سلمة رضي الله عنها المخرج في مسند الإمام أحمد، وهو أيضا عند الترمذي وابن ماجة، إلا أن الراجح عند المحققين
تضعيف هذا الإسناد وتصويب كونه من مسند عائشة رضي الله عنها لما في إسناده من مما لا يوافق عليه بعض رواته. على كل حال هي أيضا طريق أخرى للحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس. نعم. وفي المسند قال: وفي المسند عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما بإذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون. وروى الدارقطني نحوه من حديث أنس. هذا فيما يتعلق بالقراءة في هاتين الركعتين، ماذا يقرأ؟ أورد الحديث الذي سمعت وسنعود إليه. إذن هاتان ركعتان بعد الوتر تصلى في جلوس، إما بتمام الركعتين أو بالجلوس إلى وقت الركوع فيقوم فيركع قائما ثم يسلم من هاتين الركعتين. أصح ما في الباب حديث عائشة رضي الله عنها، وما عداه فمتكلم فيه عند المحدثين من حيث ثبوته، سواء من حديث أم سلمة أو من حديث أبي أمامة رضي الله عن الجميع. هل هذه سنة يا كرام؟ وهل يستحب فعلها أم هي لبيان الجواز؟ أهل العلم يا كرام في هذه المسألة على قولين، فمنهم من يرى أن لا مشروعية لهاتين الركعتين ويحتاج إلى جواب عن حديث عائشة رضي الله عنها، لأنهم عمدوا إلى أصح ما في الباب في شأن صلاة الليل والوتر والتوقيت فيهما، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قالوا: هو الآمر بأن تكون آخر الصلاة وترا، فكيف تأتي ركعتان بعد الوتر؟ وعندئذ لن تكون ركعات الوتر آخر الصلاة، إذا صلى بعد الوتر ركعتين لن تكون الوتر آخر الصلاة. وهذا هو موضع الإشكال الذي جعل طائفة من العلماء يقول بعدم مشروعية هاتين الركعتين، وينسب هذا إلى بعض الصحابة كأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وإلى بعض فقهاء السلف من الأئمة كعطاء ومجاهد، بل نقل الإمام البيهقي عن مجاهد أنه سئل عن السجدتين بعد الوتر، يعني عن هاتين الركعتين، قال: هذا شيء قد ترك، فذهب إلى أنه كان ثابتاً ثم نسخ. وبوب الإمام البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى فقال: باب من قال بجعل آخر صلاته وتراً وأن الركعتين بعده تركتا. وأورد آثاراً عن طائفة من السلف ممن ذهب هذا المذهب فيقولون: لا صلاة بعد الركعتين، فما حكمها؟ مكروه، وهو مذهب المالكية. وعمدوا إلى أن هاتين الركعتين لم ينقلهما عامة من روى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، والروايات كثيرة والأحاديث متعددة، ومضى طائفة منها في مجلس الأسبوع المنصرم في ذكر أنواع صلاته بالليل عليه الصلاة والسلام، وهناك عدد المصنف نحو من 8 صفات كما مر بكم. قالوا: ليس في شيء من عامة الروايات تلك إثبات هاتين الركعتين، فلعل عائشة رضي الله عنها ذكرتها في أمر كان قد فعله ثم ترك، أو أن نقل الكافة والأكثر أرجح من نقلها، فلم يقولوا بمشروعية هاتين الركعتين. بل بعض أهل العلم ذهب إلى أنها بدعة، ويؤثر هذا عن الإمام فقيه المدينة القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده، أحد فقهاء المدينة 7، ولعله لم يبلغه حديث عائشة رضي الله عنها، والله أعلم. الطائفة الأخرى وهم جل الفقهاء في الإسلام يرون مشروعية هاتين الركعتين، كيف لا وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها أثبتت هاتين الركعتين كما سمعت، ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس إلى آخر الحديث. طيب، ما معنى كون هاتين الركعتين مشروعة؟ هذا المأثور عن طائفة من الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقال به أيضا من التابعين عدد كالحسن البصري وخالد بن معدان والأوزاعي وغيرهم رحم الله الجميع. المقصود بالمشروعية عندهم يا كرام الجواز وليس الاستحباب. ما معنى الجواز؟ ليس معناه الإباحة، يعني استواء الفعل والترك كما يقول الفقهاء، بل قصدهم أنه جواز يدل على عدم المنع لمن أراد أن يصلي،
كيف يعني؟ يعني اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، قد يفهم منه أنه لا يجوز لمن أوتر أن يصلي شيئا بعد وتره، فجاءت هاتان الركعتان وثبت صحتهما فدلتا على ماذا؟ على جواز صلاة من أراد أن يصلي بعد الوتر لا غير، ليس استحباب صلاة هاتين الركعتين بل إثبات جواز الصلاة لمن أراد أن يصلي. هذا مذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة، واختاره ابن حزم أيضا من الظاهرية رحم الله الجميع. ثم منهم من استحب هاتين الركعتين للمسافر خاصة لما جاء في بعض روايات الحديث، وهذا اختيار بعض المحدثين الأئمة كابن حبان وابن حجر رحمهما الله، وقاس ابن حجر عليه المريض، فمريض يوتر له أن يصلي أيضا ركعتين جالسا. ومنهم من ذهب إلى الاستحباب مطلقا، قول بعض الحنفية وهو قول عند الشافعية والحنابلة، اختاره ابن خزيمة وابن تيمية رحم الله الجميع. إذن جل الفقهاء على أنهما ركعتان جائزتان، ومنهم من ذهب إلى استحبابها، هذا أعلى درجة من الجواز، يقول بل هي مستحبة، هو قول للحنفية وقول للحنابلة وللشافعية أيضا، لكنه ليس المذهب المعتمد عندهم، ورجحه من الآئمة من سمعت كابن خزيمة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. هذا الخلاف يا كرام بين هؤلاء الأئمة الأعلام بالنظر إلى هذا الحديث وجمعا بينه وبين الأحاديث الأخرى، حديث عائشة رضي الله عنها أثبتت صلاة الركعتين، وحديث غيرها لم يذكره، عامة من روى من الصحابة لم يذكر هاتين الركعتين، فقالوا إذن هاتان ركعتان لم تكن شأنا مستمرا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما أو فعلهما بعد الوتر جالسا لبيان جواز الصلاة بعد الوتر وبيان جواز الفعل، قال ولم يواظب على ذلك بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة. انتهى كلامه رحمه الله في شرح الحديث في صحيح مسلم. بل قال يعني الإمام النووي رحمه الله أيضا عن هذه المسألة في المجموع، قال رأيت بعض الناس يعتقد أنه يستحب صلاة ركعتين بعد الوتر جالسا ويفعل ذلك ويدعو الناس إليه، قال وهذه جهالة، يعني الأمر لا يبلغ درجة الاستحباب بل هو الجواز، فمن شاء صلى ومن شاء ترك، إنما لم يحمله على الاستحباب لما سمعت، وسيأتي أيضا في كلام المصنف رحمه الله تعالى شيء مما مر من خلاف أهل العلم. نعم. وفي المسند أحسن الله إليكم، قال رحمه الله وفي المسند عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما بإذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون، وروى الدارقطني نحوه من حديث أنس. هذه المسألة الأخرى، ماذا يقرأ في هاتين الركعتين إذا صلاهما؟ جاء فيها ثلاثة أحاديث، أولها ما أورده المصنف أن يقرأ في الزلزلة بالزلزلة في الركعة الأولى وبسورة الكافرون في الركعة الثانية، لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع حتى إذا بدن وكثر لحمه أوتر بسبع، وصلى ركعتين وهو جالس فقرأ بإذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون. الحديث حديث أبي أمامة رضي الله عنه حديث حسن لغيره، لكن من غير ذكر السورتين، فذكر السورتين في حديث أبي أمامة ضعيفة عند المحدثين. أيضا جاء فيه حديث عائشة رضي الله عنها الذي سمعتم في صحيح مسلم، لكن جاء في بعض الروايات قولها فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم جعل الثمان ستا ويوتر بالسابعة ويصلي ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وإذا زلزلت. أيضا ذكر السورتين في حديث عائشة رضي الله عنها منكر، فإن الصحيح المحفوظ
من حديثها كما سمعت في رواية مسلم ليس فيها ذكر ما يقرأ في هاتين الركعتين. الثالث حديث أنس الذي أشار إليه المصنف، وروى الدارقطني نحوه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس يقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن وإذا زلزلت، وفي الآخرة بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون، وإسناد الحديث ضعيف، وقد رأى بعضهم نكارته كأبي حاتم رحمه الله تعالى. هذا أول ما ورد في شأن هذه الركعتين وما يقرأ فيهما. ثانيا، ورد فيها أنه يقرأ فيهما بسورتي الرحمن والواقعة، ففي إحدى روايات حديث أنس رضي الله عنه قال وصلى ركعتين وهو جالس يقرأ فيها بالرحمن والواقعة. لكن تقدم أن حديث أنس رضي الله عنه منكر فلا يعمل بما ثبت فيه. الأمر الثالث الذي جاء في شأن هاتين الركعتين ذكر القراءة أو صلاة هاتين الركعتين من غير تسمية السورة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أورده المصنف في صحيح مسلم، قالت تصلي ركعتين وهو جالس، ثم لم يرد فيها أيضا ذكر شيء. وحديث ثوبان رضي الله عنه أيضا قال قال كان في سفر فقال إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانتا له. حديث ثوبان حديث حسن رضي الله عنه، فليس فيه شيء يسمى. فالراجح والله أعلم أن هاتين الركعتين من أراد أن يصليهما فإنه لا يختص له شأن بقراءة شيء من السور، فيقرأ فيها ما تيسر، والثابت أنهما ركعتان خفيفتان والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد أشكل هذا على كثير من الناس وظنوه معارضا لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وأنكر مالك هاتين الركعتين. نعم، نقل الإمام عياض رحمه الله، نقل الإمام القاضي عياض رحمه الله قال وأنكره مالك، أنكر صلاة هاتين الركعتين لما ذكر المصنف أنها حملت على معارضة الحديث الصحيح اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فلهذا ذهب من ذهب إلى الكراهة أو إلى النسخ كما تقدم عن مجاهد رحمه الله. قال وأنكر مالك هاتين الركعتين، قال أحمد لا أفعله ولا أمنع من فعله. قال وأنكره مالك، لا أفعله ولا أمنع من فعله، هذا الذي قلت لك مقصودهم بالجواز أنهما ركعتان جائزتين، فمن صلاهما فلا حرج، ومن تركهما فلا يقال ترك سنة، فينبهون على أن فعلها هو من باب الجواز لا من باب الاستحباب. نعم. قال وقال الطائفة إنما فعل هاتين الركعتين ليبين جواز الصلاة بعد الوتر وأن فعله لا يقطع التنفل، وحملوا قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا على الاستحباب، وصلاته الركعتين بعده على الجواز. نعم، ولهذا أيضا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سئل عن هاتين الركعتين قال ما نصه وأما صلاة الركعتين بعد الوتر فهذه روى فيها مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس. قال وروي ذلك من حديث أم سلمة رضي الله عنها في بعض الطرق الصحيحة أنه كان يفعل ذلك إذا أوتر بتسع، فإنه كان يوتر بإحدى عشرة ثم كان يوتر بتسع ويصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس. قال رحمه الله وأكثر الفقهاء ما سمعوا بهذا الحديث ولهذا ينكرون هذه، وأحمد وغيره سمعوا هذا وعرفوا صحته، ورخص أحمد أن تصلى هاتين الركعتين أو أن تصلى هاتان الركعتان وهو جالس كما فعل صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك لم ينكر عليه، لكن ليست واجبة بلا اتفاق ولا يذم من تركها. ثم قال رحمه الله ولا تسمى زحافة، لأن بعض الفقهاء يقول هاتان الركعتان بعد الوتر تصلى جلوسا وتسمى الزحافة، فقال ولا تسمى زحافة، فليس لأحد إلزام الناس بها ولا الإنكار على من فعلها. قال ولكن الذي ينكر
ما يفعله طائفة من سجدتين مجردتين بعد الوتر، يعني إذا انتهى من الوتر وهو جالس سجد سجدتين، لا يصلي ركعتين بل يقتصر على سجدتين مجردتين. قال: فإن هذا يفعله طائفة من المنسوبين إلى العلم والعبادة من أصحاب الشافعي وأحمد، ومستندهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر سجدتين. رواه أبو موسى المديني وغيره، فظنوا أن المراد سجدتان مجردتان وغلطوا، فإن معناه أنه كان يصلي ركعتين فعبر بالسجدتين عن الركعتين، وهذا وارد في السنة. قال: كقول ابن عمر: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر إلى آخر الحديث، والمراد بذلك ركعتان كما جاء مفسرا في الطرق الصحيحة. فهذا إشارة إلى ما ذكره المصنف رحمه الله في تقرير جل الفقهاء أن هاتين الركعتين ليستا على الاستحباب بل على الجواز، سواء قلنا إن المقصود بالجواز جواز الفعل لمن أراد أن يصلي بعد الوتر، أو عدم الإنكار على من صلاها، فذلك مما لا يحمل على الاستحباب وهو أعلى رتبة من مجرد الجواز. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والصواب أن يقال إن هاتين الركعتين تجري مجرى السنة وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة، ولا سيما إن قيل بوجوبه، فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب، فإنها وتر النهار والركعتان بعدها تكميل لها، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل، والله أعلم وأحكم. نعم، يعني خصوصا من يقول بوجوب الوتر يجعل الركعتين بعدها كالركعتين بعد المغرب، فكما أن المغرب وتر النهار فصلاة الوتر وتر الليل، وللمغرب ركعتان سنة، فللوتر أيضا ركعتان سنة. ومن لم يرى وجوب الوتر فهي أيضا كما قال المصنف تكميل للوتر، وهذا توجيه. والتوجيه الآخر الذي ذكره أيضا شيخ الإسلام رحمه الله في موضع آخر، قال: وتر الليل جبر لنقص القيام في الليل. قال: إن الشأن في صلاته عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة، في بعض الروايات فلما أسن وكبر أو بدن أو حمل اللحم، يعني لما ثقل في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، كان ربما اقتصر على 9 ركعات أو 7، فيجعل هاتين الركعتين بعد الوتر جبرا للنقص الذي حصل في العدد. قال رحمه الله تعالى: وتر الليل جبره النبي صلى الله عليه وسلم بركعتين بعده. قال: ولهذا كان يجبره إذا أوتر 9 أو 7 أو 5 لنقص عدده عن 11، فهنا نقص العدد نقصا ظاهرا، وإن كان يصليهما إذا أوتر 11 كان هناك جبرا لصفة الصلاة، وإن كان يصليهما جالسا كانت جبرا للجلوس، إلى آخر ما قال. وأما الركعتان المستقلتان فهما جبر لمعناها الباطن، فلهذا كانت صلاته تامة صلى الله عليه وآله وسلم. وخلاصة الأمر أنهما ركعتان، من صلاهما فذلك جائز والأمر فيه سعة، ومن لم يصلها فلا يقال فيه تارك للسنة، لكن من أحب ألا تخلو حياته من مرة أو مرتين أو مرات معدودات يفعل فيها كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي ركعتين جالسا بعد الوتر، فهذا أقرب إلى هديه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر إلا في حديث رواه ابن ماجه. هذا الفصل في دعاء الوتر وقنوت الوتر، ومسائل أخرى موصولة به، لكن لعله لا يسع مجلسنا الليلة إلا مسألة دعاء الوتر وقنوته. السؤال الآن: ثبت أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يوتر؟ لا، بل كان شديد المحافظة على الوتر عليه الصلاة والسلام، لا يتركه حضرا ولا سفرا. وثبت أيضا كما مر بكم أن شأنه في الوتر متعدد الهيئات والعدد والصفة، أوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع وبصفات متعددة. السؤال هو: هل كان عليه الصلاة والسلام يقنت في الوتر؟ والمقصود بقنوت الوتر الدعاء،
سواء قلنا قبل الركوع أو بعد الركوع تلك مسألة أخرى، لكن هل ثبت في السنة ما يدل على دعاء قنوت الوتر؟ ولما نسأل عن ثبوت ذلك في السنة فإن المسؤول عنه شيئان: هل فعله عليه الصلاة والسلام، هل دعا، أو هل ثبت أنه أجاز أو أقر أو علم أحدا هذا الدعاء. هاتان مسألتان سيتعرض لهما المصنف رحمه الله. قال: أما هو فلم يحفظ عنه أنه قنت في الوتر، لم يجد المحدثون في السنة دعاء في حديث صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في دعاء الوتر أو يقنت في الوتر بدعاء نقلت ألفاظه وعباراته. قال: إلا في حديث رواه ابن ماجه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إلا في حديث رواه ابن ماجه عن علي بن ميمون الرقي قال: حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن زبيد اليامي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع. هذا حديث أبي رضي الله عنه، أخرجه ابن ماجه والنسائي أيضا من طريقه. الحديث لا إشكال فيه إلا في جملته الأخيرة، فيقنت قبل الركوع، هذه الزيادة ضعيفة، وإلا فالثابت من حديث أبي إثبات الوتر أنه كان يوتر عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الإمام النسائي لما أخرج الحديث في السنن الكبرى قال: روى هذا الحديث غير واحد عن زبيد اليامي فلم يذكر أحد منهم فيه ويقنت قبل الركوع. وفند الإمام أبو داود رحمه الله أيضا في السنن هذه الزيادة وعللها وضعف الروايات التي جاءت بجملة فيقنت قبل الركوع. ثم أورد حديث أبي رضي الله عنه من طرق شتى بأعداد رواة أكثر من رواة هذا الحديث يزيد عددهم، ولم يذكروا فيه القنوت في الوتر، بل ذكر عن أبي بن كعب أنه كان يقنت في النصف من رمضان. قال: وهذا يدل على أن الذي ذكر في القنوت ليس بشيء، وهذان الحديثان يدلان على ضعف حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر، وكذلك ضعفه الإمام البيهقي رحم الله الجميع. إذن حديث أبي كما قال المصنف ليس فيها في هذه المسألة إلا حديث أبي، وحديث أبي بهذه الزيادة التي هي موضع الشاهد ضعيف. فإذا لك أن تقول لم يثبت في السنة قط حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت أو يدعو بدعاء في الوتر. السؤال: فمن أين قرر الفقهاء جواز القنوت في الوتر؟ ومن أين يعمل المسلمون في مساجدهم في رمضان وفي التراويح بدعاء قنوت الوتر؟ الجواب: ثبتت السنة بطرق أخرى، لكننا نسأل الآن هل ثبت عندنا دعاء كان عليه الصلاة والسلام يدعو به؟ الجواب: ما وجدنا حديثا، لكن وجدنا شيئا آخر، أنه علم بعض أصحابه الدعاء، وهذا الذي استند إليه الفقهاء في الجواز مع صنيع الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أحمد في رواية ابنه عبد الله: أختار القنوت بعد الركوع، إن كل شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت إنما هو في الفجر لما رفع رأسه من الركوع، وقنوت الوتر أختاره بعد الركوع، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء. هذا موضع الشاهد في كلام الإمام أحمد رحمه الله، وهو من هو في سعة الرواية والحفظ والإحاطة والعلم الواسع بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرصه الشديد على البحث والتنقيب والتفتيش عن مواضع السنن، قال: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء. قبل ماذا وبعد ماذا؟ قبل الركوع وبعد الركوع. قال: لم يحفظ عنه ولا يصح عنه في ذلك شيء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الخلال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله في القنوت في الوتر. من أبو عبد الله؟ نعم، هو الإمام أحمد، أنه قال يعني أنه سأل
الإمام أحمد مسألة في القنوت في الوتر فقال فقال ليس يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن عمر كان يقنت من السنة إلى السنة. إذن قال ليس يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، أي شيء صحيح ثابت، وإلا فالرواية المعلولة مرت بك آنفا. قال ليس يروى فيه شيء، يعني صحيح ثابت يمكن أن يعتمد عليه أو يستشهد به أو يستند إليه. قال لكن عمر كان يقنت من السنة إلى السنة. هذا الجواب المختصر من الإمام أحمد أفاد أمرين ومسألتين علميتين، أولاهما أنه لا يثبت حديث صحيح في قنوته صلى الله عليه وسلم في الوتر، والمسألة الأخرى أن الذي عليه مستند الفقهاء في مشروعية قنوت الوتر هو ما فعل الصحابة رضي الله عنهم. قال لكن عمر كان يقنت من السنة إلى السنة، وسيأتيك صنيع الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا يا كرام، فإن جمهور فقهاء الإسلام الحنفية والشافعية والحنابلة ورواية عن مالك أن قنوت الوتر مشروع في الجملة. ما معنى في الجملة؟ يعني مع اختلاف بينهم في التفاصيل، هل يكون القنوت دائماً أو غالباً أو أحياناً؟ فمنهم من رخص في قنوت الوتر في رمضان خاصة، ومنهم من خصه في النصف الثاني من رمضان خاصة دون بقية السنة، جمع بين الروايات وترجيحاً لما بدا لهم. فمن من رجح أنه في كل السنة الحنفية والحنابلة، ووجه عند الشافعية، واختاره ابن حزم ورجحه النووي، وهو قول طائفة من السلف أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقال به الثوري وابن المبارك وإسحاق والنخعي وغيرهم رحم الله الجميع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد روى أحمد وأهل السنن من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال طيب انتهينا من قنوته عليه الصلاة والسلام، وانتهينا إلى أنه لا يثبت فيه حديث صحيح. ننتقل إلى الشق الآخر، فهل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه علم بعض أصحابه؟ الجواب نعم، ها هنا أحاديث. فإذا ثبت هذا كان هذا هو المستند في مشروعية قنوت الوتر. نعم، روى أحمد وأهل السنن من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. زاد النسائي والبيهقي: ولا يعز من عاديت. وزاد النسائي في روايته: وصلى الله على النبي. ورواه الحاكم في المستدرك وقال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود. ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو. طيب هذا الحديث يا كرام هو عمدة المحدثين والفقهاء، حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن والديه، وهو سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. فمستند أو موضع الشاهد في الحديث قال علمني، ونسب هذا إلى جده عليه الصلاة والسلام، ثم حدد فقال كلمات أقولهن في قنوت الوتر، ثم أورد جمل الدعاء. وفي بعض الروايات كما سمعت عند الحاكم قال علمني في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود، فحدد أيضا موضع الدعاء قبل الركوع أو بعده، بعد الركوع. وعند ابن حبان لفظ فيه مزيد فائدة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو. ما الزيادة فيه؟ نسب الدعاء إلى فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. حديث ابن حبان ليس فيه
تسمية قنوت الوتر، قال سمعته يدعو وذكر جمل الدعاء، فلا يكون أيضا دلالة صريحة على قنوت الوتر كما تقدم في الروايات التي سبقت. هذه الجمل التي سمعتم يا كرام هي الأدعية التي يستفتح بها عامة أئمة مساجد المسلمين في رمضان في القنوت بعد التراويح بهذه الجمل: اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، إلى آخر ما جاء في هذا الحديث العظيم. والحديث حقيقة فيه وقفات عظام، أولها أنه فيه سؤال لجمل من مهمات الحياة للعبد، سأل الله الهداية والعافية والولاية والبركة والوقاية. هذه القضايا لو اجتمعت لك عبد الله والله لتعيشن سعيدا حميدا، لا تبحث في دنياك عن شيء مزيد. قال اللهم اهدني في من هديت، فسأل الهداية التي تسألها الله كل ركعة في الصلوات: اهدنا الصراط المستقيم. قال وعافني في من عافيت، سأل الله العافية، سواء كانت عافية حس من الأمراض والبلايا والأسقام والأدواء، أو عافية معنى معنوية، عافية القلب وسلامة الإيمان من الأهواء ومن الزيغ ومن الضلال ومن الغواية ومن النفاق، هذه عافية في الإيمان. وسأل الله تعالى الولاية، وهذه مراتب أعظم، أن يسأل الله الولاية، أن يتولاه الله جل وعلا، أن يلحق بعداد من قال عنهم سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم سأل الله رابعا البركة، وبارك لي فيما أعطيت، ما طلب الزيادة، طلب البركة. ليس بالضرورة أن يزيد مالك ولا طعامك ولا عيالك ولا أملاكك، الشأن أن يبارك لك فيما رزقك الله، فإن القليل سيكفيك واليسير سيغنيك، والله عز وجل سيعطيك حتى يرضيك. فسأل الله البركة لا الزيادة. ثم قال وقني شر ما قضيت، فإن الدنيا لا تسلم من مصائب وابتلاءات ومحن، لأنها دار كدر. فما سأل الله السلامة من البلاء، لأنه لا يسلم عبد في الدنيا هذه من بلاء، لكن قال قني شر ما قضيت، اجعل يا رب بين وبين الشرور وقاية. ثم أثنى على الله وتوسل إليه بقوله: إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، يعني لا يلحق بعبد تولاه الله ذلة أبدا، ولا يعز من عاديت، من لحقته معاداة الله تعالى الله، فإنه لا سبيل له إلى عز في الدنيا أبدا. ثم أثنى فقال: تباركت ربنا وتعاليت. الحديث عظيم، وبما أننا يا كرام نسمعه دوما كل سنة في رمضان في التراويح، ونؤمن فيه خلف أئمتنا، وربما حفظه كثير منا وظل يقنت به في وتره طيلة العام، فحق علينا إذن أولا أن نتلمح هذه المعاني العظام أولا، لنقول بألسنتنا ما تعيشه قلوبنا وتدرك معناه، وثانيا لندرك أن عظمة هذه المطالب عليها مدار السعادة والفلاح والنجاح في الحياة، وثالثا ما نبه إليه طائفة من أهل العلم أنه من علم أن هذه دعوات نبوية من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها تجري مجرى الأذكار والأوراد التي يحافظ فيها على لفظها، ولا حاجة إلى المزيد عليها ولا التصرف في عباراتها، لا بزيادة ولا بنقصان، فالاقتصار عليها لأنه صلى الله عليه وسلم المتكلم بها، فلا يستدرك على كلماته ولا يزاد على عباراته. كان يقول بعضهم: وقني برحمتك واصرف عني، هذه زيادات مقحمة لا حاجة إلى إدراجها. وقل مثل ذلك في عدد من بعض العبارات والجمل التي تضاف أحيانا، يظن بعض من يفعلها أو يحفظها أو يعتاد على تقليد غيره فيها أنها مزيد ثناء أو مزيد إضافة في الدعاء، لكن هذا الباب لا ينبغي الدخول إليه هكذا. في رواية النسائي أضاف الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الترمذي: وفي الباب عن علي رضي الله عنه، وهذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي، واسمه ربيعة بن شيبان، ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيء أحسن من هذا،
انتهى. نعم، هذا أعظم وأصح ما روي عن ربي الله صلى الله عليه وسلم في شأن قنوت الوتر، وأيضا للمحدثين فيه كلام، لكن مجموع طرق حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما يشهد بصحته، وعليه عمل الفقهاء كما أسلفت، وعامة فقهاء الإسلام يرون مشروعية دعاء قنوت الوتر بناء على حديث الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وأمه جميعا. قال الترمذي: هذا حديث حسن لا يعرف إلا من هذا الوجه. قال: وفي الباب عن علي، وسيشير المصنف أيضا إلى رواية علي أبيه رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والقنوت في الوتر محفوظ عن عمر وأبي وابن مسعود، والرواية عنهم به أصح من القنوت في الفجر، والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الفجر أصح عنه من الرواية في قنوت الوتر، والله أعلم. قال: القنوت في الوتر محفوظ عن بعض الصحابة كعمر وأبي وابن مسعود رضي الله عنهم جميعا. يعني من تتبع آثار الصحابة في مصنفات ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، أو في المحلل ابن حزم وغيرها من كتب الآثار المعنية بالرواية بالسند الصحيح الثابت، يجد أن عددا من الصحابة صح عنهم قنوت الوتر. السؤال: أيقنط الصحابة في الوتر بشيء لا مستند له من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: حتما لا، خصوصا في زمن الخليفة عمر رضي الله عنه والناس بمجمع في مسجده عليه الصلاة والسلام. قال: المحفوظ عن عمر وأبي وابن مسعود، والذي أثر عن عمر أنه كان يقنط في النصف الأخير من رمضان كما عند ابن أبي شيبة، وعند ابن أبي شيبة أيضا عن ابن عمر كذلك، وعن علي، وأثر أبي بن كعب كذلك أنه قنت في عهد عمر في النصف الآخر من رمضان. وأما أثر ابن مسعود فقال الأسود: كان ابن مسعود لا يقنط في شيء من الصلوات إلا في الوتر قبل الركوع. ولهذا نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه القنوت في السنة كلها. أما علقمة كما أخرج ابن أبي شيبة بسند حسنه ابن حجر، قال: إن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنطون في الوتر قبل الركوع. فهذا ثابت، بل لو قلنا كان مستفيضا عن عدد من الصحابة لما أبعدنا القول، عمر وابنه وأبي وابن مسعود، بل يقول علقمة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعم بنسبة هذا إليهم. قال المصنف رحمه الله: والرواية عنهم به بقنوت الوتر يعني أصح من القنوت في الفجر، والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الفجر أصح عنه من الرواية في قنوت الوتر، والله أعلم. هذه خلاصة مفيدة جدا أوجز فيها المصنف رحمه الله كلاما طويلا وخلافا واسعا يستفيض بذكره المحدثون والفقهاء، ومعناه كالتالي: القنوت نوعان، إما قنوت وتر أو قنوت فريضة. وتقدم بكم آنفا أن قنوت الفريضة محمول على النوازل خاصة، خلافا لما ذهب إليه الشافعية والمالكية أنه قنوت مستمر طيلة العام في الفجر خاصة. إذا علمت ذلك فالآثار والطرق والروايات عن الصحابة جاءت في الفريضة وفي الوتر، كما جاءت بذلك الروايات عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمحدثون عند تمحيص الروايات يجدون أن الوتر الثابت عن الصحابة في الوتر، يجدون أن القنوت الثابت عن الصحابة في الوتر أصح من القنوت الثابت عنهم في الفجر، بعكس ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الثابت عنه في القنوت في الفجر أصح من الثابت عنه في القنوت في الوتر. فماذا فعل الفقهاء؟ قالوا: إن أردنا الاستدلال بقنوت الفجر فالسنة فيه من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام هي الدليل، كما في حديث أنس رضي الله عنه. وإن أردنا الاستدلال لقنوت الوتر فالمعول على ما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم، فإنه أصح مما ثبت عنهم في قنوت الفجر خاصة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد روى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا حديث السنن أبي داود والترمذي والنسائي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام في آخر وتره الجمل التي سمعت. وهذا الذي يعمد إليه أيضا كثير من أئمة المساجد في التراويح في رمضان إذا قنتوا في الوتر، يستفتحون القنوت بحديث الحسن بن علي: اللهم اهدنا فيمن هديت، ويختتمونه بدعاء حديث علي: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، ثم يجعلون بينهما من جمل الأدعية ما يضاف ويزاد عليه مما لا حرج فيه، يطول تارة ويقصر تارة. فلعلهم عمدوا أيضا إلى ما ثبت من حديث الحسن فجعلوه أصلا يستفتحون به الدعاء. وفي حديث علي أنه كان يقول في آخر وتره. طيب السؤال، في آخر وتره يعني في آخر القنوت أو في آخر الركعة قبل السلام؟ يقول كان يقول في آخر وتره، هل يعني قنوت الوتر أو في آخر صلاة الوتر قبل السلام؟ قال: وهذا يحتمل أن يكون قبل فراغه منه وبعده، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. نعم. قال: وهذا يحتمل أن يكون قبل فراغه منه وبعده. وفي إحدى روايات النسائي كان يقول إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه. يعني رواية النسائي صرحت بأن هذا الدعاء متى يكون؟ بعد الفراغ من الصلاة، إذا سلم يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. لكن طريق رواية النسائي هذه فيها جهالة وانقطاع سند. قال: وفي هذه الرواية: لا أحصي ثناء عليك ولو حرصت. وثبت عنه أنه قال ذلك أيضا في السجود، فلعله قاله في الصلاة وبعدها. نعم، من أدعيته في السجود عليه الصلاة والسلام كما أخرج مسلم عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما هذا الحديث، هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذن هذا الدعاء النبوي ثابت في السنة، إنما ثبت في دعائه في السجود في صحيح مسلم، وثبت في دعائه في الوتر من حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي والنسائي في الوتر خاصة. إذن هو دعاء نبوي مع تعدد المواضع التي ثبت في السنة إتيانه بهذا الدعاء صلى الله عليه وآله وسلم. وموجز القول إذن هنا أن يقال إن دعاء قنوت الوتر ثبت في حديث الحسن أن جده النبي عليه الصلاة والسلام علمه إياه بالجمل التي سمعت، وثبت من حديث أبيه علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذه الجمل في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وثانيا، هذه الجمل في حديث علي كما تقدم الوقف والوقفات في حديث الحسن هي أيضا جمل عظيمات يا كرام لمن تأملها، بل وينبغي مراعاة تأملها وفهم معانيها. فإنه استعاذ بالله عز وجل من أمور ثلاثة بأمور ثلاثة في الدعاء المذكور الذي سمعتم آنفا. قال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، فاستعاذ من سخط الله، وبمعافاتك من عقوبتك استعاذ من عقوبة الله، وأعوذ بك منك استعاذ من الله. فالمقصود أنه استعاذ من أمور ثلاثة عظام يخاف العبد أن يصيبه أحدها، أن يصيبه أحدها. استعاذ من سخط الله ومن عقوبة الله ومن الله. والعجيب أنه تعوذ من هذه الأمور لأنها لو حلت بالعبد عياذا بالله كانت فيها تلفه وهلاكه وبواره في الدنيا والآخرة. سخط الله إن حل بالعبد عياذا بالله كانت الماحية التي يمكن أن لا يفلح بعده أبدا. وكذلك استعاذ بالله من عقوبته. والعجيب في الحديث وجمله في هذا الدعاء أنه جعل كل مستعاذ منه في هذه الجمل الثلاث مستعاذا به، فلما استعاذ من سخط الله جعل المستعاذ به رضا الله، فقال: يا رب
أعوذ بك أو أستعيذ برضاك من سخطك. ولما استعاذ بالله من عقوبته استعان في الاستعاذة بالمعافاة، قال أعذني يا ربي بمعافاتك من أن تصيبني عقوبتك. ثم كانت الجملة الثالثة أعجب هذه الأدعية الثلاثة في التعوذ، قال أعوذ بك منك. لا أعظم ممن يستعاذ به من الله ولا من أحد مما يستعاذ به من الله، فأعظم من استعذت به هو الله، وأعظم من استعذت منه هو الله. كيف يستعاذ؟ أنت دائما تقول أعوذ بالله، لكن كيف تعوذ من الله؟ أي تعوذ من غضبه وعقابه ونقمته وسطوته، فأوجز ذلك كله. ولأن المستعاذ منه هو الله فلن يعيذك إلا الله، فقلت أعوذ بك منك، جملة تملأ قلبك تعظيما لله ولجوءا إليه وارتماء في أكناف عفوه وفضله ورحمته، وأنت تعلم أنه لا ينجيك أحد من الله إلا هو سبحانه. قال ففروا إلى الله وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم أعذنا برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. صلوا وسلموا أيها الكرام على من بعثه الله رحمة للعالمين وأسوة لأمته أجمعين. إن الصلاة على النبي وسيلة فيها النجاة لكل عبد مسلم. صلوا على القمر المنير فإنه نور تبدى في الغمام المظلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.